عايز اخد قبل ما نشوف يورجن كلوب قال ايه، عايز اخد رايك سريعا طالما دخلت في دوري الابطال او النهائي، شخصيه انشيلوتي مع ريال مدريد ممكن تحسم هذه المباراه بشكل او باخر. انشيلوتي يعني مقدم موسم اكتر من رائع، افضل يعني مدرب في تاريخ بيحصل على الخمس دوريات الكبرى في اوروبا. شايف انشيلوتي، شخصيه انشيلوتي زي قبل ما نروح ليورجن كلوب؟ عبقري انشيلوتي، عبقري، بيقدر يستخدم يعني بغض النظر عن استخدام اللعيبه، بغض النظر عن الاوراق المطروحه، وبغض النظر عن الفوارق الفرديه في الدكه، ولعب توني كروس ومودريتش وكاسيميرو هم سنيا عاليين جدا، ولكن هو بيقدر يحط لعيبته في حاله نفسيه وحاله بدنيه مش طبيعيه. انشيلوتي بيقدر يفوز بدوري ابطال اوروبا، عنده قدره مش طبيعيه على الفوز بالمباريات الذهاب والاياب، عنده المباريات الاقصائيه دي هو خبير فيها، عارف امتى من اين تؤكل الكتف، عارف امتى يقدر يحط دلوقتي، وعارف امتى يقدر يشوح للحكم دلوقتي، وامتى يقدر يخرج المدير الفني للخصم، وامتى ممكن يعمل تغيير اي حد يشوف ان هي ملهاش لازمه بس يخلي المدرب التاني يلف حوالين نفسه، ليه نازل اللعيب ده رودريجو بالظبط في طبعا امام مانشستر سيتي.